من ريف حلب وإدلب إلى سويداء، السوريون يحيون الذكرى 13 للثورة السورية ويؤكدون على مطلب إسقاط الأسد. الشبكة السورية توثق خسائر السوريين على يد قوات الأسد وحلفائه خلال 13 عاماً، والغرب يؤكد على ضرورة المحاسبة. بسفن مدنية وتمويه بالموانئ الأوروبية، إيران تنقل أسلحة لحزب الله عن طريق ميناء اللاذقية. نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. يحتفل السوريون في المناطق المحررة بالذكرى 13 للثورة السورية، احتفالات عمت معظم شوارع وساحات مدن وبلدات إدلب وحلب ووصلت إلى سويداء جنوب سوريا، وشعارها إسقاط الأسد وإعادة الحقوق للسوريين. مراسل حلب اليوم كان في مدينة راجو بريف عفرين التي شهدت خروج مظاهرة رفع فيها أعلام الثورة السورية، وهدف المتظاهرون بشعارات تطالب بالحرية والعدالة وإسقاط الأسد. فلنتابع. تحت عنوان ثورة لكل سوري، تقام احتفالات الذكرى 13 للثورة السورية التي خرجت ضد نظام سلطة الأسد، ويؤكد المتظاهرين في جميع المناطق الشمال المحرر الذين خرجوا في هذه الاحتفاليات بعد دعوات وجهها مع شنون للتأكيد على أهداف هذه الثورة بإسقاط ضرورة إسقاط سلطة نظام الأسد. ولمعرفة مزيد من التفاصيل نلتقي هنا بأحد المشاركين في هذه التظاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم في الذكرى 13 للثورة السورية نؤكد على استمرار ثورتنا المباركة ضد نظام الإجرام وإسقاط الإجرام بشار الأسد ومن تخلف معه. اليوم الذكرى 13 نؤكد على استمرار ثورتنا ضد عصابة الإجرام، عصابة بشار الأسد ومن والاه من إيران وحزب الشيطان. نحن الشعب السوري شعب واحد، ونناضل من أجل أخذ حريتنا المباركة. ثورتنا ثورة كرامة، ثورة عزة، ثورة ضد الظلم، ضد الاحتلال، ضد الميليشيات، ضد إيران، ضد حزب الشيطان، ضد عصابة بشار الأسد الذي قتل ودمر وهجر الشعب السوري. نحن اليوم نؤكد على استمرار ثورتنا المباركة في نضالها من أجل استقلالها وحريتها وإسقاط هذا النظام المجرم. الشعب يريد إسقاط النظام، يريد نزع هذه العصابة المجرمة عن الشعب السوري وعن ظلمها للشعب السوري. لذلك نحن اليوم في كل تأكيد وإصرار كشعب موحد، كشعب ثائر في الشمال السوري، نؤكد على إسقاط هذا النظام المجرم، فليسقط بشار الأسد ومن والاه. شكرا لك. شكرا لقناة حلب اليوم، وجزاكم الله خير. نعم، على مدار أكثر من أسبوع تستمر الاحتفالات بالذكرى الثالثة عشر لانطلاق الثورة السورية. هذه الاحتفالات تتنوع ما بين المظاهرات وإقامة الفعاليات والوقفات الاحتجاجية والمعارض للتأكيد على مطالب المتظاهرين قبل 11 عاما أو قبل 13 عاما، وهي إسقاط نظام سلطة الأسد. أحمد شمالي، حلب اليوم، راجو. هذا وخرجت مظاهرة في مدينة عزاز شمالية حلب لإحياء الذكرى 13 للثورة السورية، وأكد المشاركون على استمرار الثورة وتمسكهم بثواب الثورة في إسقاط نظام الأسد. في هذه المناسبة السنة 13 وهذا التجمع الكبير للأحرار، للثوار، لكل أصحابين الرأي الحر، خرجنا لنقول للعالم الحر، لا للدول، للعالم الحر، أننا مستمرون في نضالنا، مستمرون في حراكنا حتى نحقق غاياتنا كاملة في تحرير الأرض والشعب من
ربقة هذا الآبق بشار وزبرته، وسنقيم حكومة العدل والمساواة بإذن الله لكل مكونات الشعب السوري القادمة، وهذا قادم بإذن الله لأن الشعب مصر على هذا، وإذا أراد الشعب شيء فلا بد أن يستجيب القدر. نحن طلعنا لإسقاط النظام من بداية الثورة، راح نضل نطلع كل سنة، وهالسنة بتعنينا لتهجيرنا من بلادنا، وإن شاء الله بدنا نرجع نطلع كل سنة ونضل نحارب هالنظام لنرجع نحرر بلادنا كلياتها. نقول إنه هاي الثورة مستمرة، ونقول للشعوب العربية أيضا إنه هبم على حكامكم المجرمين، هم الحكام المجرمين، هم طغاة يريدون أن يهدموا الفكر، يريدون القضاء على الإنسان، هم والإجرام العالمي. والسلام عليكم. الدافع لنجدد العهد وباقون وللأبد ويسقط الأسد، وما في للأبد ويسقط الأسد ويسقط الأسد. شو بيعني لك هذا اليوم؟ هذا هاي الذكرى، هاي اليوم ذكرى 13 يوم للثورة. والله هو بيعني لي فرحة، وهو بيعني لي إنه خزي يعني شوي، بس إن شاء الله الله معنا ورح ننتصر، والله وعدنا وإن شاء الله وعد الله حق. 13 عاما وهذه الثورة مستمرة حتى إسقاط الطاغية بشار الأسد. إني أوجه رسالة للأخوة جميع الثوار، النظام لا يستطيع إسقاط الثورة، يستطيع قتل الثوار ولا يستطيع قتل الثورة. الثورة مستمرة حتى النصر إن شاء الله. وإلى كل من يتعامل على هذه الثورة نقول لهم الثورة ناجحة، الثورة ناجحة، والثورة منتصرة بإذن الله، وشكرا لكم. وينضم إلينا مراسلنا لؤي اليونس من عزاز. أهلا بك لؤي، ما هي أبرز وأكبر نقاط التظاهر في الشمال السوري؟ نعم، أسعد الله مساءك ومساء السادة المشاهدين. اليوم شهدنا عرسا وطنيا شعبيا في مختلف مدن وبلدات الشمال السوري، وصولا من مدينة إدلب والقرى والمدن التابعة لها إلى ريف حلب الشمالي، أخرين والباب وعزاز وأخترين، والآن خرجت مظاهرة في مدينة جرابلس. حقيقة اليوم شهدنا مظاهرات عارمة في مختلف هذه المدن، طالبت في إسقاط النظام وأكدت على تمسكها بثوابت الثورة واستمرارها حتى إسقاط النظام الأسد ومحاسبة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم على مدار السنوات الماضية. نعم لؤي، عشرات نقاط الاحتجاج والمطلب كان واضحا هو إسقاط الأسد، لكن من خلال ملاحظتك هل لمست أي تغيير سواء من حيث الأعداد والمشاركة مقارنة بالعام الماضي؟ نعم، رحتنا حقيقة اليوم الساحات في مختلف المدن التي شهدناها اليوم امتلأت بأعداد كبيرة، خرج الآلاف من المتظاهرين بعد صلاة الجمعة إلى ساحات الحرية في كل مدينة، وكانت الأعداد جيدة جدا، وامتلأت هذه الساحات بالمتظاهرين الذين خرجوا ضد النظام الأسد وضد كل من كان طاغية في هذه الثورة السورية. نعم، أعلام الثورة اليوم كانت حاضرة بقوة في السويداء، من خلال احتكاكك بالشارع كيف ينظر السوريين للحراك هناك؟ الأمر اللافت الذي شاهدناه في مظاهرات الشمال السوري كان المتظاهرون يحيون السويداء وينشدون ويغردون عبر المرشدين من خلال المنابر، ونرى أيضا الأخوة في السويداء يردون على هذه الأناشيد بنفس التحية ونفس الأهازيج. فلاحظنا مدى تفاعل المتظاهرين في مدينة عزاز والمدن الأخرى بتحية المدينة السائرة التي كانت هذا العام من المدن الجديدة التي أعادت روح الثورة بها. نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسلنا لؤي اليونس، كنت معنا من عزاز. وفي جنوب سوريا خرجت مظاهرة في ساحة الكرامة بسويداء إحياء لذكرى 13 لانطلاق الثورة السورية وللمطالبة بإسقاط الأسد وإطلاق سراح المعتقلين. وحيى المشاركون في مظاهرات سويداء الشعب السوري بكافة أطيافه بذكرى الثورة،
ودعوا إلى ضرورة التكاتف لإسقاط الأسد بائع الأرض والعرض حسب وصفهم. هذا وشهدت المظاهرات رفع أعلام الثورة السورية إلى جانب مجسمات تحمل إشارة الحرية. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بمناسبة الذكرى 13 للثورة، وثقت فيه أكثر من 230 ألف مدني معظمهم على يد قوات الأسد، وبينهم أكثر من 15 ألفاً بسبب التعذيب. 13 عاماً مضت على ثورة خرج أبناؤها مطالبين بالحرية والكرامة وإسقاط بشار الأسد وسلطته، ليرد عليهم بالقتل بكافة أنواع الأسلحة حتى المحرمة منها دولياً، إضافة للتهجير والتضييق. الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل أكثر من 231 ألف مدني معظمهم على يد قوات الأسد، بينهم ما لا يقل عن 15 ألفاً بسبب التعذيب في سجون الأسد. كما وثقت أيضاً ما يزيد عن 157 ألف حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، إضافة إلى تشريد قرابة 14 مليون شخص منذ عام 2011. وتذكيراً بجميع الذين فقدوا أرواحهم في السعي لتحقيق الكرامة والعدالة والسلام، وفي ذكرى الثورة السورية، تقول السفارة الأمريكية في دمشق إن الأسد وأعوانه ما زالوا يواصلون حملتهم الوحشية ضد الشعب السوري، مؤكدة أن المساءلة والعدالة واحترام حقوق الإنسان ضرورية لضمان إنهاء الصراع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهذا ما دعا إليه الاتحاد الأوروبي في بيان له يوم الخميس. أما الأمم المتحدة فقالت في بيان لها إن على مدار 13 عاما من الأزمة السورية حسب وصفها، خلفت هذه المدة خسائر لا يمكن تصورها على الشعب السوري. الأزمة التي تحدثت عنها الأمم المتحدة أشارت إلى أنها لا تزال تؤثر سلبا على سوريا، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني مع مرور كل عام وتقوض فرصة البلاد في التقدم. المظاهرات التي تطالب بالحرية والكرامة وإسقاط بشار الأسد وسلطته لم تعد محصورة فقط على المناطق المحررة شمال سوريا، بل باتت أحد أهم القضايا بالنسبة لأهالي السويداء التي تحتفل اليوم بمناسبة مرور 13 عاماً على انطلاق الثورة السورية. وينضم إلينا السيد عبد الناصر حوشان ناشط حقوقي من غازي عنتاب. أهلا بك سيد عبد الناصر، لو نركز على الجانب الحقوقي اليوم، ما هو تقييمك للمسار الحقوقي وملف محاسبة الأسد؟ تحياتي لكم السادة المشاهدين. طبعا الملف الحقوقي أو ملف يعني محاسبي محاسبة نظام أسد وحلفاء وعن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، للأسف هذا الملف معطل بسبب غياب الإرادة الدولية للمحاسبة، وأيضا بسبب تعنت الروس والصينيين الذين يملكون حق الفيتو بمنع إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي نحن أمام حالة استعصاء في موضوع ملاحقة المجرمين الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية. هناك يعني مسار آخر استثنائي، وهو مسار المحاكم الوطنية الأوروبية للتأخذ بالولاية العالمية. هذا مسار للأسف الشديد أيضا هناك بعض المعوقات يعني معوقات قانونية طبعا نتيجة الشروط القانونية بإقامة هذه الدعوة، نتيجة أيضا عدم يعني توفر الشروط لمحاكمة عدد كبير من الشبيحة الذين طلبوا اللجوء أو انتقلوا إلى أوروبا بسبب التاجئين. نعم سيد عبد الناصر، لذلك يعني أعتقد أن الملف ما زال يعني بحاجة جمود وتعطيل من قبل الروس وأيضا حلفائهم. نعم سيد عبد الناصر، بعد 13 عاما من الانتهاكات، كيف يمكن للمجتمع الدولي التعامل معها والمساهمة في تحقيق العدالة؟ للأسف الشديد كما ذكرت المجتمع الدولي لا يملك يعني ليس لديه الإرادة الحقيقية لوقف جرائم النظام الأسد وحلفائه. ما زال المجتمع الدولي يتعامل مع النظام على أنه
الحكومة الشرعية وما زال يتعامل معه على أنه هو الدولة وهو السلطة الحاكمة في هذا البلد، ويقتصر دور المجتمع الدولي على الضغط على هذا النظام لتعديل سلوكه فقط دون أي تفعيل أي من أدوات المحاسبة، لا سيما أن المجتمع أو مجلس الأمن والأمم المتحدة هناك قرارات ملزمة، وهي قرار 2118 لعام 2013 و 2209 ل 2015 الخاصين بموضوع الكيماوي، وهما من أشد القرارات يعني إلزامية كون هناك في إحالة للفص السابع في متن هذه القرارات. لكن الإرادة الدولية يعني معطلة أو لا توجد إرادة دولية حقيقة لمحاسبة هذا النظام رغم وجود الأدوات والوسائل للفعالة أو الموجودة حاليا لتفعيل هذه محاسبة هذا النظام. نعم سيد عبد الناصر، إلى أي حد يمكن للتطبيع العربي مع الأسد أن يؤثر مستقبلا على جهود المحاسبة؟ يجب أن نؤكد أن العدالة الانتقالية هي بوابة السلم الأهلي في سوريا، ولا يمكن وأن اختصاص الوطني والقضاء الوطني مستقبلا هو المسار الحقيقي والأصلي لمحاسبة النظام أو أركان النظام ومجرمي الحرب في سوريا. وتبقى المحاكم الوطنية الأجنبية والمحكمة الجنائية الدولية هي مسارات استثنائية في حال يعني انتقال السلطة مستقبلا إلى من يد النظام إلى نظام حكم جديد. أول ما يمكن تفعيله هو العدالة الانتقالية من خلال القضاء الوطني المستقل النزيه الذي والشفاف الذي سيكون هو القائم بعملية المحاسبة وأيضا محاسبة ويعني محاكمة مجرمي الحرب سواء كان من بشار الأسد وما دونه من المسؤولين وصغار المجرمين. فهو نعم. الأصل. نعم أشكرك جزيل الشكر السيد عبد الناصر حوشان ناشط حقوقي، كنت معنا من غازي عنتاب. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إنه بعد 13 عاما من الصراع في سوريا يحتاج ما يقارب من 7.5 مليون طفل في البلاد إلى المساعدة الإنسانية أكثر من أي وقت آخر خلال الصراع. وأوضحت المنظمة أن أكثر من 650,000 طفل دون سن 5 يعانون من سوء التغذية المزمن بزيادة قدرها حوالي 150,000 طفل في السنوات الأربع الأخيرة. وأشارت اليونيسف إلى أن سوء التغذية المزمن أو التقزم يتسبب في أضرار لا رجعة فيها للنمو البدني والمعرفي للأطفال مما يؤثر على قدرتهم على التعلم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بهدف زراعة 1 مليون شجرة في المناطق المحررة، إطلاق حملة غرسة لأجل سوريا بمشاركة 22 منظمة. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. نشر مركز أبحاث الإسرائيلي تحقيقا حول نقل سفن إيرانية مدنية أسلحة ومعدات عسكرية من إيران إلى ميناء لاذقية ومنها إلى لبنان عن طريق وحدات تابعة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني. المزيد في التقرير التالي. رغم ضربات الولايات المتحدة وإسرائيل الجوية التي تستهدف طريق تزويد إيران ميليشياتها الموجودة في سوريا والعراق، فإنها تجد طرقاً أخرى لإيصال هذه الأسلحة والمعدات إلى حزب الله والحشد الشعبي والميليشيات الأفغانية والباكستانية التي يديرها الحرس الثوري الإيراني. مركز إنتل تايمز الإسرائيلي كشف عن تهريب الوحدة 4400 التابعة لحزب الله الأسلحة الإيرانية الواصلة إلى ميناء اللاذقية عن طريق سفن إيرانية مدنية، مؤكدا أن الوحدة المسؤولة عن نقل الأسلحة الحساسة والمعدات العسكرية أفرغت 5 سفن إيرانية بضائعها في سوريا بإشراف من الوحدة 190 التابعة للحرس الثوري الإيراني، ثم تابعت طريقها لموانئ أوروبية. صحيفة تلغراف البريطانية قالت إن السفن الإيرانية تستخدم الموانئ الأوروبية كغطاء لنقل شحنات إلى حزب الله، مضيفة
أن حزب الله تلقى صواريخ وقنابل نقلتها سفن رست لاحقا في موانئ بلجيكية وإسبانية وإيطالية، كما نقلت الصحيفة عن مصدر استخباراتي إسرائيلي إن إيران بدأت بنقل المعدات العسكرية والأسلحة بحرا بعد استهداف سلاح الجو الإسرائيلي طرق البرية التي تستخدمها طهران لتعزيز وجودها في سوريا ولبنان. تنتقي طهران الموانئ الأوروبية الضخمة التي تضمن سفنا كبيرة وكثيرة في آن واحد، ما يصعب عملية التدقيق على الشحنات، خاصة أن هذه الشحنات تم تبديلها وتوضيب أوراق جديدة لها وإزالة ما يظهر من آثار الأسلحة والمعدات العسكرية في ميناء اللاذقية قبل التوجه إلى الموانئ الأوروبية وفق الصحيفة. ورغم العقوبات الأمريكية على إيران، فإن كثيرا من السفن التي تحمل أعلاما كثيرة غير إيرانية مثل بمبا تجري في البحر حاملة معها قطع السلاح المميت للميليشيات المنتشرة في سوريا ولبنان والعراق واليمن، دون رادع حقيقي يوقف قتل الشعوب في هذه البلدان. قال المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية علي عباس إن حوالي 2000 عائلة عادت إلى العراق من مخيم الهول شمال شرق سوريا على مر السنين. وأضاف عباس أن الوزارة أعادت عبر 14 قافلة نحو 2000 عائلة يبلغ عدد أفرادها حوالي 8000 فرد، ويقع مخيم الهول في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، ويخضع لسيطرة قسد، ويأوي أكثر من 50000 شخص تقول قسد إنهم من عوائل تنظيم الدولة. تشهد أسواق مدينة إدلب ضعف في حركة البيع والشراء للسلع الغذائية مع الأيام الأولى لشهر رمضان الفضيل، رغم توفر السلع بشكل كبير والسبب ارتفاع الأسعار. تعج أسواق مدينة إدلب بالمواد والسلع الغذائية اللازمة لشهر رمضان، إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار يضعف القدرة الشرائية للمواطنين ويجعل حركة البيع والشراء فيها شبه معدومة، ما يثقل العبء على الأهالي بتأمين ولو جزء بسيط منها. المساعدات انقطعت عن العالم، الله يفرج على العباد، الله يفرج علينا وعليكم وعلى كل المسلمين يا رب. دبل دبل دبل، مع انه لا انه طلعوا لا نزلوا لا استولوا الربوة، دبل. ما مستحيل واحد يشتري الخضرة، مستحيل. كيلو الكوسة ب35، البندورة ب30، البطاطا ب20. لا والله ابدا ما باخذ مساعدة ابدا، لا والله ابدا. هلا انت تخيل اليوم العامل اليوم يده 50 ليره، طيب شلون يدبر حاله بهال 50 ليره؟ شلون يعني؟ نحن بدنا حل جذري، نناشد يعني الجهه المعنيه ان بتلاقي لنا حل لموضوع الاسعار والتهاب الاسعار، شيء مو طبيعي. يحمل كثير من التجار والمدنيين في إدلب حكومة الإنقاذ الجزء الأكبر من المسؤولية في انحدار أوضاعهم المعيشية من حيث ارتفاع الضرائب المفروضة على السلع والمحال التجارية من جهة، وضعف الرقابة وضبط الأسعار من جهة أخرى. موضوع الغلاء مو بإيد الباعة نهائيا، بإيد تجار الحرب المحتكرين. 2، رسوم الدخول للمحرر للبضائع بشكل عام كبيرة، فهي بيحملوها على التجار لمين؟ على البضاعة. لما بيجي واحد بيقول لك زلي راسها التوم، ايمتى كنا نحن نبيع بالراس له؟ امتى؟ كان الانسان يشيل شنطة التوم يروح على بيته، وانت الامر يجي ياخذ 3-4 كليات بندورة يطعم عياله، هلا بيقول لي زلي هالبندورتين اول باول. تنشغل غالبية الاسر في مدينة ادلب بكيفية تأمين الاحتياجات الرمضانية اللازمة، فبعضهم يبحث عمن يعينهم على مصاريف الشهر، وآخرين ينتظرون المساعدات والمبادرات الخيرية التي تطلقها الجمعيات والمنظمات المحلية خلال شهر الصيام. يزيد ارتفاع أسعار السلع الغذائية من معاناة الأسر الفقيرة هنا، وسط انخفاض كبير في المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات المحلية والدولية. سلوى عبد الرحمن، حلب اليوم، مدينة إدلب.
بمشاركة 22 منظمة مجتمع مدني شمال سوريا، تم إطلاق حملة تشجير حملت عنوان غرسة لأجل سوريا، والتي تهدف لزرع 1,000,000 شجرة لترميم الغطاء النباتي وصولا لمرحلة التعافي البيئي. بمشاركة من عشرات منظمات المجتمع المدني العاملة شمال سوريا، أطلقت في حديقة الحرية بمدينة عفرين مبادرة للتشجير تحت عنوان غرسة لأجل سوريا، والتي تهدف لترميم الفاقد النباتي وصولا لمرحلة التعافي البيئي. حملة غرسة لأجل سوريا نبعت فكرتها من خلال اجتماع 22 منظمة مجتمع مدني، طلعت بهالفكرة بهدف محاربة التغير المناخي والقطع الجائر للأشجار في الشمال السوري، وبهدف تجميل المدن بالتعاون مع المجالس المحلية بإعزاز وبعفرين. بكل فخر واعتزاز شاركنا اليوم بالشراكة مع 22 منظمة محلية والعديد من الهيئات والمجالس المحلية، مجلس عفرين ومجلس إعزاز، في حملة غرسة لأجل سوريا. الهدف الأساسي من هذه الحملة زراعة 1,000,000 شجرة، تم البدء بزراعة 60,000 شجرة، والعمل جاري من أجل إنجاز هذه الحملة. نهدف من هذه الحملة إلى حماية الغطاء النباتي والعمل على ترميم ما تم فقده من الأشجار الحراجية. تهدف الحملة بالإضافة للوصول لمليون غرسة إلى تعزيز قيمة الزراعة في الشمال السوري من خلال حث المؤسسات الأخرى لأخذ دورها بتعزيز تلك القيمة ضمن نطاق عملها. كل مشاركة لها مدلول. المجلس المحلي هو الجهة الرسمية الراعية لهذه النشاطات، مديرية الأوقاف ممكن أن تكون هناك توجيه إلى خطباء المساجد لتوجيه عام إلى في المساجد لفضل الزراعة، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. أيضا مديرية التربية منوط بها أن يكون هناك توجيه في المدارس لهذه القيمة. على مدار السنوات السابقة خسرت مناطق الشمال السوري الكثير من غطائها النباتي، وباتت بحاجة ماسة لتدارك الأمر خشية من الوصول لحالة التصحر. تتزامن حملة غراس الأشجار مع الذكرى 13 لانطلاق الثورة السورية، في رسالة على أن الثورة السورية هي ثورة بناء وإعمار. سيد أحمد حلب اليوم. نهاية نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم برعاية الله.